يقول الأخ: ما نصيحتكم في ظاهرة التصوير وتساهل الناس فيها حتى الدعاء؟ أولاً، مما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة أن التصوير الفوتوغرافي قد اختلف فيه أهل العلم، فليس فيه قول واحد. فمن أهل العلم من قال إن التصوير الفوتوغرافي حرام لعموم الأدلة الدالة على حرمة التصوير، ومن أهل العلم من قال إن التصوير الفوتوغرافي يختلف عن التصوير المنهي عنه، لأنه كما يقولون هو يشبه المرآة، كما أنك تنظر في المرآة فتنطبع صورتك في المرآة وتظهر في المرآة، قالوا كذلك في الكاميرا. لكن الراجع عندي والله أعلم أن التصوير الفوتوغرافي حرام ولا يجوز لعموم النصوص، وهو يسمى تصويرا، وهو يختلف عن النظر في المرآة، لأن المرآة تنقل الأمر كما هو. إذا ضحكت يظهر ضحكك في المرآة، لكن في الصورة لا. فالراجح والله أعلم أن التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح حرام. أما تصوير الفيديو فهو عندي والله أعلم على قسمين: مباشر، بث مباشر، وهذا جائز ما في حرج، لأنه نقل للشيء كما هو تماما. وتصوير غير مباشر، تصوير بالفيديو، هو عندي بعد دراسة المسألة من المشتبهات، ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين، تركه والسلامة منه أحسن وأولى، لكن لا نقول إن من فعله فعل حراما. وإذا احتج إليك المحاضرات ونحو ذلك وكان فيه مصلحة فلا بأس. هل يستثنى من التصوير الفوتوغرافي على ما اخترنا من القول بتحريمه شيء؟ نقول نعم، يستثنى ما يحتاج إليه ويلزم به الإنسان، مثل الصورة للجواز، والصورة للهوية، والصورة للشهادة إن كانت الدولة تلزم بالصورة للشهادة ونحو ذلك. هذا مستثنى للحاجة إليه، وهو يحتاج إليه في تمييز الناس. وكذلك إذا احتاج إليه في توثيق شيء يحتاج إلى توثيقه، فهنا يظهر لي والله أعلم أنه يرخص فيه. مثل مثلا لو أن شخصا أعطي مالا ليوزعه على الفقراء، والآن التهمة أصبحت سهلة، فيمكن أن يأتي أناس يقولون فلان يأخذ الأموال من المحسنين ويضعها في جيبه، فيحتاج أن يصور وهو يعطي مثلا الفقراء هذا المال ليرسله لصاحب المال. هذا يظهر لي والله أعلم أنه يرخص فيه. كذلك ما يحتاج إلى توثيقه ليرفع للدولة ونحو ذلك، يظهر لي والله أعلم أنه يرخص فيه. إذن إذا رأينا أحدا من الدعاة أو من طلاب العلم يتصور التصوير الفوتوغرافي، فإنما نسيء الظن به، بل نحسن الظن به، فلعله يرى أن هذا التصوير لا بأس به، عن التصوير الفوتوغرافي، وأنه لا يدخل في النهي، وإن كنا نختار أنه محرم. ولا شك أن تساهل الناس في التصوير في الحقيقة ظاهرة، حتى في المسجد النبوي، حتى في المسجد النبوي الخطيب يخطب سيلفي، ما يسمع من الخطبة شيء، لا، ويكذبون أيضا في التصوير: لو سمحت صورني، كذاب ما يدعو. لكن إذا عاد إلى أندونيسيا يصور، يبروزها ويضعها في المجلس وهو واقف عند المسجد النبوي يدعو.
وأنا أقول للناس هذا حرام، وأنا أقول لهم حتى في دروسي في المسجد النبوي، هب أن 10% فقط هو الاحتمال أنه حرام، 10% فقط. أنت أتيت إلى المدينة لتعرض نفسك للآثام أو لتطلب الأجر؟ أنت جئت لتطلب الأجر. هب أن قولي إن الراجح إنه محرم ضعيف، لكن مهما يكن فيه احتمال أنه حرام، كيف تدخل نفسك في الاحتمال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام؟ ثم أيضا هو يحرم من وجه آخر وهو الرياء. كان السلف يتخفون بأعمالهم الصالحة حتى في الخشوع. كان الإمام أحمد إذا حدث الناس فأحس أنه بدأ يخشع وضع يده على أنفه وقال ما أقبح الزكام، يعني كأن هذا الذي حصل في صوته إنما من الزكام، وربما قام من المجلس ودخل بيته. السلف كانوا يتخفون بأعمالهم الصالحة ما أمكن، وأن تكذب وتسوي نفسك تدعو وتأتي أيضا وتعرضها أمام الناس، لا شك أن هذه الظاهرة ينبغي على طلاب العلم أن يعالجوها بالحكمة وبالأسلوب المقنع وبالأدلة.